منك. انتهت المهلة التي منحها الدستور للبرلمان والرئيس لاختيار من يشغل منصب رئيس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، حتى بات العراق مهددا بالدخول في مرحلة الفراغ الدستوري الذي يتخوف منه العراقيون أن كانوا. عشائر الأنبار وخلال مؤتمر عقدته في المحافظة المحررة طالبت الحكومة بضرورة اختيار رئيس وزراء يلبي طموح المتظاهرين. الفترة الدستورية قد عبرت المرحلة المحددة، ونحن طبعا نوجه رسالة لكل السياسيين ورؤساء الكتل بالاستعجال بإنهاء هذه الأزمة وتحقيق مطالب أبناء الشعب العراقي من المتظاهرين. آخرون طالبوا الكتل السياسية بحلحلة الأزمة والإسراع باختيار رئيس وزراء يمثل الجميع. نطالب كل الكتل السياسية بأن تأخذ بعين الاعتبار بأن تكون هناك حكومة جديدة وشخوص في هذه الحكومة ترتقي ببلدنا العظيم وتحصل على موافقة كل الفرقاء أو الشركاء السياسيين وعلى رأسهم متطلبات المتظاهرين. نحن نطالب من محافظة الأنبار باختيار رئيس وزراء يمثل كل العراقيين بمختلف ألوانهم وأطيافهم، وأن تحلحل هذه الأزمة وأن تكون الإصلاحات وأن تلبى مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن حتى نخرج إلى الأعمار، نخرج إلى البناء، نخرج إلى الاستقرار. ويرفض المحتجون قضية ترشيح شخصية لخلافة عبد المهدي من التركيبة السياسية القائمة حاليا، مع أن العراق بحسب محللين يمر بأزمة حقيقية تستوجب من الكتل السياسية الإسراع بإنقاذه.